بقول لك حاجه، احنا جينا كنت بعمل رايح المدام، فكنت انا وهشام وشيكو انفصلنا، ففي بقى تحدي ان انا عايز انجح لوحدي فكان الاهم ان انا انجح من غير شيكو وهشام، ان انا انجح من غير بيومي فؤاد. فقلت انا المسلسل ده كان الاهم مع بيومي فؤاد خالص، ورحت لهم برضه في المسلسل برضه. كلمني في 15 يوم 15 قلت له يا ابني انت بتعمل مسلسل، انا فين؟ انا فين من المسلسل ده؟ فقال لي يا انا بقى تحدي ان انا مش عايزك معايا في المسلسل دوت، وعاملين مسلسل جامد جدا والكلام ده. قلت له طيب ماشي لما نشوف. وفضلنا كده لغايه اخر يوم تصوير عندهم، لقيتهم بيكلموني، وصدفت بقى ان انا كنت سبحان الله فاضي يوم فاضي بالنهار بنهار بس ساعتين كده عندك ساعتين فاضي بالظبط، هم كانوا ساعتين فعلا. رحنا قفلنا المسلسل بمشهد كده رايح على اني بيومي فؤاد عادي. وساعتها جبنا سيرتك ان انا رحت كلبش لقيته خلص كانوا خلص رحت المدينه اشوف كلبش في المدينه ساعتها. انا جاي بنهج، فبيقولوا لي بتنهج ليه؟ قلت لهم انا رحت كلبش لقيتهم خلصوا، ورحت كان ساعتها رحيم كان رحيم ولا ظل الرئيس كان اللي قبل ظل الرئيس لقيتهم خلصوا، قلت اجي الحق اي حاجه. كنا بنقفل ساعتها المسلسلات كان اخر بالزبط. اخر عمل معايا اخر شوت في رايح المدينه اخر شوت وطلع اعلى شوت برضه على حظه سبحان الله. اللي هو الميزه بيوم انه بيخش اي مكان بصراحه لازم بيسيب كده بصمه وعلامه الحمد لله. أيوة. علامه قويه بصراحه طبعا. الحمد لله طبعا الحمد لله. يعني لحم اكتفنا من خير والله حبيبي يا فهد حبيبي. دلوقتي يا بيوم اتكلمنا مع فهمي على السهر زمان والسهر دلوقتي، بالنسبه لك انت بقى السهر زمان كان عامل ازاي ودلوقتي عامل ازاي، وبتلحق تسهر ولا بتلحقش تسهر؟ السهر زمان بالنسبه لي القهوه وشله القهوه تمام. السهر دلوقتي ساعات كتير قوي من ناس من الزملاء يبقى عندهم مثلا عيد ميلاد، عندهم مناسبه كذا. ففي مره من المرات كان احد المخرجين بعمل معاه مسلسل وبعدين بيعمل عيد ميلاده في مكان كده في الزمالك. اول مره اخش في حياتي ديسكو في حياتي لو انت كبير وانا في السن ده كده. ده دلوقتي في السن ده في اليومين دول يعني اول مره تخش ديسكو سنتين ثلاثه كده مع اني من سكان زمالك. انا اول مره حقق في ديسكو كده ناحيه ماريوت اول مره اخش اقسم بالله صعيدي في الجامعه الامريكيه اقسم بالله داخل يعني عامل زي العبيط اللي لسه نازل معرفش ايه عمال ابص في كل حته مستغرب وناس تلموا عليا قعدوا يتصوروا جوه ودخت كان هيغمى عليا ودخت ورايح لابس بدله طبعا رايح ايه؟ لابس بدلة طبعا لا مش للدرجة لا مش لابس بدلة لا وبعد شوية ما تأقلمتش في المكان يعني خالص. وعشت معاهم مفيش خالص انا متعتي الحاجات البسيطة دي المشي على الكورنيش بتاع زمان دوت مع شلة الأصحاب والحاجات اللي بتبقى. بعدين احنا كنا برضو عندنا الشقاوة بتاعت الثمانينات ديت يعني انا عايز اقول ماجد الكدواني دفعتي ماجد قد دفعتي فنون جميلة احنا سن واحد هو اصغر مني بسنة ولا حاجة. فكنا انا وماجد ساعات كتير قوي نروح سينما مثلا معانا الشله بتاعت الكليه وبعدين واحنا في وسط البلد ساعات نعمل الحركات بتاعت اللي هو دلوقتي ممكن تبقى قديمه بالنسبه للناس ان احنا نقف مثلا قدام عماره ونشاور على حد انه بيرمي حاجه. تخيل ده لما في وسط البلد ممكن يحصل ايه. ومره ماجد عمل واحد بيشحت ولم فلوس بالفعل يعني بس المنظر هو انت فين؟ انا ابو ازرق ده بعيد عنك. لا يا راجل تخيل شايف المنظر؟ صدق والله ما اعرف يا نهار اسود. انت اني واحد برضه؟ ده انت اللي انا مش في دي خالص.